طيب، ده الفيديو نمبر 5. المفروض في الفيديو اللي فات كنا شرحنا اول نوع من اختبارات التربة اللي هو الدايركت شير تيست، وكنا قلنا يا باشمهندس افكرك بس ان في حاجة عندي اسمها السايل تيست، اختبارات التربة. كان في منها نوعين، اختبارات بتتعمل في المعمل واختبارات بتتعمل في الموقع، اللاب تيست والفيلد تيست. احنا قلنا هناخد الاختبارات اللي بتتعمل في المعمل، واعدادها 3 اختبارات: اختبار الدايركت شير، واختبار التراكسيال كومبريشن تيست، ده اللي هناخده النهارده، واخر حاجه رقم 3 اختبار اليو سي الانكونفايند كومبريشن تيست. قلنا الاختبارات دي بصفه عامه غرضها حاجه واحده، ان انا هجيب خصائص التربه بتاعتي وبالاخص معاملات التربه للقص، السويل شير سترينث بارامترز اللي هي السي والفاي. خدنا المره اللي فاتت الدايركت شير تيست، والنهارده ان شاء الله هنشرح التراكسيال كومبريشن تيست. ريمايندر صغير كده قبل ما نبدأ، ريمايندر يعني حاجة to remember أفكرك بيها يا باشمهندس. عندي أول حاجة اسمها soil geostatic stresses أو الإجهادات يبقى على التربة. هفكرك بس لو عندي مثلا عجينة زي دي من التربة، إن في العموم عجينة السويل بتاعتي بتتكون من حاجتين، عجينة التربة ككل كده أهي العجينة دي كده، لو جيت خدتها حطها تحت الميكروسكوب بتتكون من حاجتين. هقولك الحاجتين دول هم عبارة عن حبيبات صلبة، حبيبات صلبة، ويا باشمهندس مية. تمام، قال لي لو جيت أثرت على عينة السويل دي بحمل بي، تمام، فالحمل للتربة شايلاه بيساوي سيجما، التربة ككل شايلة حمل بيساوي سيجما، أو الحمل بي ده بيساوي سيجما مثلا. تمام، أثرت على التربة بحمل بي أو سيجما، الحمل للتربة شايلاه هو سيجما اللي هو اللي شايلاه حبيبات التربة الصلبة والمية. طب التربة الصلبة شايلة قد ايه والمية شايلة قد ايه؟ قال لي يا باشمهندس المية اللي هو الجزء الايه اللبني ده شايلة حمل يسمى يو. طب والحبيبات الصلبة اللي هو الجزء الايه البني ده، قال لي الحبيبات الصلبة شايلة حمل برضو ايه اسمه سيجما، بس سيجما داش. تمام، السيجما داش دي اسمها effective soil stress، الجزء اللي التربة الصلبة شايلة الحبيبات الصلبة، واليو ده الجزء اللي المية شايلة. يعني لو عاوز اقول التربه كحمل كل شايله قد ايه، هتقول لي سيجما بيتكون من ايه، سيجما داش الجزء اللي الحبات الصلبه شايلاه، والايه واليو الحمل للميه شايلاه. طب الحمل اللي جه في الميه ده جه عن طريق ازاي؟ قال لي يا باشمهندس المفروض لو قلنا ان العينه دي عينه من التربه الطينيه او التربه الناعمه، التربه الناعمه فراغاتها صغيره جدا، تمام، الفراغات دي والتربه دي نفاذيتها قليله جدا للميه، يعني بتصرف الميه بصعوبه، فبالتالي لما اجي اثر على حمل بحمل بي على عينه التربه بتاعتي، الحمل هينتقل للحبيبات، تمام، وهيضغط الفراغات، الميه موجوده في الفراغات، الضغط ده هينتقل للميه. طالما في ميه في الفراغات، طالما الميه انضغطت جوه الحبيبات او الضغط ده اثر على الفراغات والفراغات دي جواها ميه، يبقى الميه غصب عني طالما حصل انضغاط وهي موجوده في الفراغات لازم هتشيل ايه، هتشيل حمل. تمام، لو قلنا مثال مثلا زي السبونج بتاع زي السبونج او زي السفنجه، المفروض السفنجه لما يبقى فيها ميه وباجي اضغط عليها كده، المفروض ان الميه بتطلع من الحبيبات او من الايه، بتطلع من بين الفراغات، او الميه تطلع من الايه، من السفنجه بتاعتي دي. فكره قريبه منها جدا، ادي يا باشمهندس الميه بين الحبيبات اهي، المفروض لما اجي اضغط على العينه دي بحمل بي او حمل سيجما، تمام، المفروض ان الميه عايزه تطلع، تمام، الميه عايزه تطلع، بس لان النفاذيه قليله جدا الميه هتطلع لكن بالراحه قوي. ففي الاول هضغط العينه، الميه هتنضغط في الفراغات، فبالتالي الايه الميه هتشيل حمل يو، ولكن مع استمرار الزمن الميه هتبدا تخرج لان النفاذيه صغيره، بس في نفاذيه، هتبدا الميه اهي تخرج بالراحه وتسيب فراغات مكانها، ولغايه ما يا باشمهندس ما تخرج خالص من العجينه بتاعتي، ويحصل ايه، يحصل يا باشمهندس ان ما عادش في ميه، فبالتالي الحمل اللي انتقل للتربه سيجما هيساوي سيجما داش برضو زائد يو برضو. بس هقول لك خلي بالك من حاجه معينه مهمه جدا، ان اليو دي بقت بصفر. ليه بقت بصفر؟ لان خلاص يا باشمهندس ما عادش في ميه، اهو كده اهو في الفراغات دي ما عادش في ميه، الميه ايه خرجت، الميه مشيت من الفراغات ما عادش في ميه، فبالتالي حمل الميه شايلاه بيساوي صفر. تمام، ده الريمايندر رقم 1. كنت عايز افكرك بس ان انت بتحسب الاسترسز على التربه او الاجهادات على التربه، عندك حاجه اسمها سيجما
اللي هي اللي هو الإجهاد الكلي اللي شالها حبيبات التربة الصلبة والمية، وفي سيجما داش وفي يو. سيجما داش الحمل اللي شايلاه الحبيبات الصلبة، واليو الحمل اللي شايلاه المية. لو المية مشت من بين الفراغات مفيش يو، لو المية موجودة حصل لها انضغاط في يو. تمام، في مسألة على الجزء ده اهي، ازاي تحسب سيجما وسيجما داش وازاي تحسب يو بالمسألة، هسيبها لكم ايه تقدروا تراجعوها. بعد كده الريمايندر نمبر 2، تمام، الكونسوليديشن اوف سويل. تاني حاجه افكرك بيها بعد السيجما داش والسيجما واليو، افكرك بحاجه اسمها كونسوليديشن اوف سويل او تسلد التربه. تمام، تسلد التربه معناها ايه؟ قال يا باشمهندس هو عباره عن نقص في حجم التربه الناعمه ذات النفاذيه المنخفضه لما باثر عليها باحمال. طب النقص في الحجم ده حصل ليه؟ لان الميه بدات تسيب الفراغات بتاعه التربه وتسيب مكانها فاضي، فحصل ايه نتيجه لذلك؟ ان الميه سابت الفراغات، حصل انضغاط. يبقى تاني الكونسوليديشن اوف سويل هو عباره عن نقص في حجم التربه الناعمه ذات النفاذيه المنخفضه تحت تاثير الاحمال نتيجه لخروج المياه من الفراغات بين الحبيبات، فتنضغط التربه وتزداد مقاومتها. نفس الفكره اللي اتكلمنا فيها الاول، ادي الايه دي وليكن عينه من التربه الناعمه او من الطين، ماشي، يحصل لها كونسوليديشن او تسلد امتى؟ قال لي يا باشمهندس لما اثر عليها بحمل. تمام، والحمل ده بعد كده يبدا ياثر على العينه بتاعتي والميه اللي جايه في الفراغات مع استمرار الزمن في نفاذيه، حتى لو النفاذيه بتاعتي قليله جدا 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 بس موجوده. الميه دي في الاول هتدنها كده، هتشيل حمل معايا. يبقى عندي في الاول زي ما احنا قلنا عندي حاجه اسمها سيجما وسيجما داش، صح؟ زي ما احنا قلنا لسه قايلين، ادي سيجما بيساوي سيجما زائد سيجما زائد يو، سيجما داش زائد يو. تمام، ده في البداية. مع استمرار الزمن في البداية المية شالت حمل اهي، يو اهي. مع استمرار الزمن المفروض المية انها تبدأ تنزل من بين الفراغات تحت تأثير الحمل اللي انا مأثر بيه ده. تمام، هيبقى ايه اللي هيحصل يا باشمهندس؟ هيبقى مفيش مية بين الفراغات، فبالتالي الحمل اللي شايلاه المية محدش هيشيله، لازم حد يشيله. قال لي يا باشمهندس مفيش غير الحبيبات الصلبة هي اللي هينتقل اليها الحمل دي. تمام، طالما انتقل اليها حمل اكبر وفي حساب فراغ، في فراغات اهي متسابه، يبقى لازم الايه التربه بتاعتي هيحصل لها انضغاط، فبالتالي الحبيبات الصلبه تدخل جوه الفراغات، فالحجم هيقل ومقاومه التربه بتاعتي هتزيد. يبقى تاني الكونسوليديشن او تسلد التربه، الكونسوليديشن هو نقص في حجم الايه، في حجم التربه الناعمه ذات النفاذيه القليله نتيجه التاثير عليها باحمال. طب النقص في الحجم ده حصل ليه؟ قال لي يعني يا باشمهندس الفراغات كان فيها ميه اهي، ولكن مع التاثير بحمل بي الميه حتى لو بعد زمن طويل كبير بدأت تخرج من الحبيبات، فما عادتش شايله، بدأت تخرج من الفراغات بين الحبيبات، سابت مكانها فراغ هواء، فالعينات دخلت في الفراغ ده، في حبيبات التربه الصلبه دخلت في الفراغ ده وايه، وحصل انضغاط. حصل انضغاط يا باشمهندس اهو، ادي الانضغاط اللي حصل، الفرق ده هو انضغاط. تمام، هو الفرق ده كده انضغاط حصل في العينه نتيجه لايه؟ لان الميه سابت الايه؟ الفراغات دي سابتها. تمام، فدخل جواها حبيبات التربه الصلبه. الانضغاط ده عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها كونسوليديشن، تسلد التربه، كثافتها زادت، بقت ايه؟ كثافتها اكتر ومقاومتها اعلى. دي تاني حاجه كنت عايز افكرك بيها، تاني ريمايندر. بعد كده نبدا ندخل في الايه؟ في الاختبار بتاعنا اللي هو تراياكسيال كومبريشن تيست او اختبار القص ثلاثي المحاور. زي ما قلنا في اختبار الدايركت شير تيست، قلنا يا باشمهندس اي اختبار تبدا تشتغل عليه هتسال نفسك في الاول اربع اسئله. اول سؤال كنا قلنا عليه اللي هو الغرض من الاختبار، واحنا خلاص اتفقنا ان الاختبارات دي غرضها الاساسي تحديد معاملات القص للتربه اللي هي سي والفاي، ده اتفقنا عليه. بعد كده السؤال رقم تاني، رقم اتنين، نوع التربة المختبرة. وقلنا يا باشمهندس ان نوع التربة المختبرة هنا عبارة عن saturated clay sample او عينة مشبعة من التربة الطينية. العينة دي مش بتيجي بتتحط في الجهاز كده، لا، ده لازم يتعمل لها اعداد بحيث يكون قطر العينة بتاعتي اسطوانية، لازم عينة الطين بتاعتي تبقى اسطوانية، قطرها نص طولها او طولها ضعف قطرها. ادي شكل العينة بتاعتي اللي بتتحط جوه الجهاز، عينة اسطوانية قطرها من هنا لهنا اهو، قطرها نص طولها اللي هو الايه ال ال. ايوه يا باشمهندس الطول ده في القطر، ال ال بتاعها لازم يساوي 2 الدي. دي العينه بتاعتي اللي انا بشتغل عليها. تمام، بعد كده الاختبار السؤال رقم 3، قلنا يا باشمهندس مكونات الجهاز بتاعي، مكونات جهاز الاختبار. المكونات بتاعتي كالاتي، نشوف الاول بس شكل الجهاز على الطبيعه.
دي صورة ايه مبسطة كده للجهاز موضحة اكتر. يعني الجهاز ده بيتكون من ايه؟ قال يا باشمهندس زي ما شايف بره كده، في لابتوب اهي، واحدة كمبيوتر تمام، في واحدة ضغط بره تمام، والجهاز بتاع اللي احنا ايه الجزء اللي احنا بنهتم بيه اهو تمام، اللي هو الجزء ده. الجزء ده عبارة عن ايه؟ ادي يا باشمهندس في بادستل او الايه القاعدة بتاعة الجهاز اهي، دي باد اسمها بادستل او القاعدة بتاعة الجهاز. بعد كده عندنا فريم معدني، عندنا فريم ازاز قصدي اهو، فريم ازاز. الفريم الازاز ده جواه بيبقى فيه العينة، العينة اللي هي الجزء الايه البيج ده او البني ده اهو، دي العينة بتاعتي اهي. العينة بتاعتي مغطاة بايه؟ بحاجة اسمها امبريفيس ميمبرين، او متغطية حواليها بالمادة الصفراء الغامقة دي، هي عبارة عن ايه غشاء مطاطي بيتحط جواه العينة. وفوق يا باشمهندس بعد كده بيبقى فيه الايه، بيبقى فيه قمة الجهاز، الطب بتاع الجهاز بيتقفل، وبعد كده في دراع ايه، في دراع تحميلي اللي هو الجزء ده. ده المفروض الايه مكونات الجهاز بتاعتي على الطبيعة تمام. زي ما قلنا القاعدة، فريم ازازي لافف حوالين العينة داير ما يدور، بعد كده جوه في العينة، فوق في الطب بتاع الجهاز وايه ودراع التحميل او الايه البيستون تمام. اهو يا باشمهندس باختصار مكونات الجهاز بتاعتي ايه. قلت لي يا باشمهندس لازم يكون في قاعدة الجهاز اهي، بادستل قاعدة الجهاز بتاعتي بعد كده عندي حوالين فوق القاعدة وحوالين العينة داير ما يدور فريم من الإزاز بسميه بريشر سيل، أو بسميه السيل بتاعتي الخلية أهو، فريم من الإزاز داير ما يدور حوالين العينة. بعد كده عندي العينة بتاعتي أهي اللي في النص أهي، السويل سامبل دي العينة بتاعتي أهي، أدي عينة السويل بتاعتي. بعد كده عندي فوق وتحت العينة، في يا باشمهندس ايه فوق وتحت العينة، في ادي طبقة مسمية بوروز ستون، وفي تحت العينة تحت الايه العينة طبقة مسمية، يعني العينة بتاعتي بتتحط بين ايه بين طبقتين مسميتين، الطبقة دي والطبقة دي. وبعد كده عندي حوالين العينة، حوالين العينة كده ألفها بحاجة اسمها impervious membrane، أو يا باشمهندس الإيه غشاء مطاطي غير منفذ للمياه، ده كده حوالين الإيه العينة تمام. فوق عندي هنا كده قمة الإيه الجهاز، أدي عندي قمة الجهاز أهي، معلش فوق أهي، دي قمة الجهاز. والجزء اللي طالع ده كده الجزء ده اسمه piston، أو يا باشمهندس دراع تحميل بأثر عليه بحمل ايه رأسي، ده الايه البيستون. يبقى مكونات الجهاز زي ما احنا وضحنا، القاعدة بتاعة الجهاز، بعد كده العينة بتتحط حواليها بريفيوس ميمبرين تمام، اللي هو غشاء مطاطي غير منفذ للمية حوالين العينة. فوق وتحت العينة في بوروز ستون اهو، اللي هو باللون الماجنتا ده، بوروز ستون اللي هي عبارة عن ايه، اللي هي عبارة عن طبقات مسمية ماشي. بعد كده العينة دي كلها محطوطة في سيل او بريشر سيل من الازاز داير ما يدور حوالين العينة، وفوق في بيستن دراع بنأثر عليه بقوة رأسية تمام. في جزء مهم جدا عايز اعرفك عليه واقول لك خلي بالك منه، لان بعد كده هيعمل معانا مشاكل كبيرة، اللي هو جزء الايه الفالف او الايه المحبس، محبس خروج ووقوف وايه ودخول المية. المحبس ده مهم جدا، خلي في بالك بس واحنا شغالين عشان بعد كده يعمل معانا مشكلة تمام. بعد كده خطوات الاختبار، ايه هي خطوات الاختبار بتاعتي؟ قال لي يا باشمهندس خطوات الاختبار، رقم واحد اعداد العينة، يتم وضع العينة داخل المكان المخصص في الجهاز، ادي العينة بتاعتي اهي، احطها في مكانها المخصص جوه الجهاز اهي، العينة بتاعتي اهي، ادي العينة بتاعتي اهي، حطيتها في مكان المخصص في الجهاز. عملت لها اعداد، يعني عملت لها اعداد يعني حطيت العينة جوه الجهاز، وحطيت فوقيها تحتيها وفوقيها الطبقة المسمية، وحطيت زي ما قلت حواليها الايه، حواليها كان بيبقى فيها باشمهندس احنا قلنا بيبقى فيه غشاء مطاطي impervious membrane، membrane يعني غشاء مطاطي غير منفذ للمية. كده حطيت العينة في مكانها جوه الجهاز. بعد كده يا باشمهندس هبدأ أملأ الجهاز ده كله بالمية، هبدأ أملأ في المية ازاي؟ المية دي هتروح فين؟ قال لي ما انت قلت لي لو تفتكر في داير ما يدور
حوالين العجينة بتاعتي إناء زجاجي، إناء زجاجي اللي هو كان البريشر سيل، اللي هو كان السيل بتاعتي اهي ده كده، اللي هي كانت اسمها بريشر سيل. الخلية حطيتها داير ما يدور حوالين الايه، حوالين الايه العينة بتاعتي. بعد كده هبدأ املى ايه مية، منين شايف الايه الداخل ده اهو، هبدأ ادخل ايه، هبدأ ادخل مية كده، المية هتبدأ تدخل تملى لي الايه الجهاز، المية تبدأ تدخل تملى 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 لغاية ما توصل للايه للقمة كده. وصلت للقمة كده، الجهاز كله او الخلية كلها اتملت بالمية. تمام، يبقى الخطوة رقم واحد دي ضمن الخطوة رقم واحد كلها اعداد العجينة. اعداد العجينة معناه ايه؟ بحط العجينة في مكان المخصص جوه الجهاز، وببدأ املى الايه الخلية بالمية لغاية ما الخلية كلها كده اهو، الخلية كلها كده كلها من جوه تبقى مليانة بالايه، تبقى مليانة بالمية. كل ده كده معلش شخبطة، كل ده كده بيبقى مليان بالايه، بيبقى مليان ميه، يبقى العجينه في النص والميه بتأثر عليها من جميع الايه الاتجاهات. ايه تاني؟ قال لي يا باشمهندس دي كده كلها اول خطوه. طب الخطوه رقم اتنين، مش انت يا باشمهندس مليت الخليه كلها بالميه؟ تمام، الخطوه رقم اتنين ان ابدا اأثر على الميه دي بضغط، فالميه بتحاول تنضغط تروح جايه نقله الضغط ده للايه للعينه. ما احنا قلنا خلاص العينه دي كلها حواليها ميه، لما اجي اضغط الميه او اثر بضغط على الميه، الميه بتاخد الضغط ده بتنقله للايه لعينه التربه اللي هي في وسطيها. ما انت قلت الايه العينه دي وسطيها ميه، خلاص يبقى اضغط الايه الميه هاثر على الميه بضغط. تمام، الضغط ده ينتقل للميه، الميه تنقله للايه للعينه، الضغط ده اسمه ايه؟ اسمه سيجما 3. هأثر على العينة بسيجما 3 من جميع الاتجاهات. طب أنا سيجما 3 دي جبتها منين؟ واشمعنى سيجما 3؟ قال لي يا باشمهندس سيجما 3 دي قيمة ضغط بتحددها أنت من خبرتك الجيوتقنية، يعني أنت مش عليك تحديدها دلوقتي. تمام، وليكن أنا هاخدها ب10، أي واحدة هاخدها ب10، أنا عايز أأثر دلوقتي ب10، أأثر إزاي؟ قال لي بره كده في وحدة كمبيوتر، تمام زي ما خدنا في الاول ووريكم شكل الجهاز، في وحده كمبيوتر متصله بوحده ضغط. اقول والله على وحده الكمبيوتر دي انا مثلا عايز ضغط ايه 10، كتبت ايه 10. تمام، المفروض الكمبيوتر ده هيبدا يضي بطريقه معينه ياثر بضغط على ايه، هيبدا ياثر بضغط اهو من الداخل ده، اهو الداخل ده من هنا اهو من الداخل ده هيبدا ياثر بايه، هيبدا ياثر بضغط اهو الداخل ده، هيبدا يأثر ايه بضغط على الايه على الميه، والميه تبدا تضغط الايه، هتبدا تضغط على العينه بسيجما 3، بسيجما 3، بسيجما 3. القيمه دي انا ما حددتهاش، قيمه سيجما 3 دي انا ما حددتهاش، انا حددتها بره قصدي على الايه على الكمبيوتر، بس انت كايه طالب يعني مش عليك تحددها. تمام، انت عليك تعرف بس ان انا اثرت بسيجما 3 من جميع الاتجاهات عن طريق وحده كمبيوتر خارجيه. تمام، طبعا الميه انضغطت نقلت الضغط ده للعينه، فاثرت العينه بسيجما 3 من جميع الاتجاهات. دي الخطوه رقم واحد. الخطوه رقم واحد دي الحقيقه ليها اسم، اسمها كونسوليديشن ستيج، اسمها كونسوليديشن ستيج. يعني ايه كونسوليديشن ستيج؟ اهي قال لي يا باشمهندس مرحله الكونسوليديشن، تمام، هي المرحله اللي باثر على العينه بسيجما 3 من جميع الاتجاهات. السيجما 3 دي جت منين؟ زي ما قلنا وحده الكمبيوتر بره، قلت لها انا عايز اثر بسيجما 3 ب10، فراح جايه ضغطه الميه، والميه راح جايه ضغطه الايه العينه بسيجما 3. دي الخطوه رقم واحد. ادي العينه بتاعتي اهي، ادي العينه بتاعتي اهي سامبل، دي المفروض اللي كان جوه هنا، اثرت عليها بسيجما 3 من جميع الاتجاهات، وقلنا ان المرحله الاولى دي اسمها مرحله الايه الكونسوليديشن ستيج. يبقى عندي اول مرحله مرحله الايه الكونسوليديشن، ماشي. المرحلة دي ما عملتش فيها حاجة غير ان انا اثرت بسيجما 3 من جميع الاتجاهات بقيمة انا ماليش ان انا احددها، هو هيديها في المسألة جاهزة. بعد كده قال لي يا باشمهندس بعد كده عندك الخطوة رقم 2. الخطوة رقم 2 دي مهمة جدا، اسمها الشيرنج ستيج. يعني ايه الشيرنج ستيج؟ يعني خلي بالك في الشيرنج ستيج دي انت هتأثر على العينة بإجهاد رأسي اهو، إجهاد رأسي اهو. تمام، الإجهاد الرأسي ده قيمته كام؟ قال لي يا باشمهندس قيمته دلتا سيجما. في المرحلة رقم واحد أثرت بسيجما 3، المرحلة رقم 2 أثر بدلتا سيجما من فوق ومن تحت.
تمام. هو انت فعليا بتأثر من فوق بس عن طريق البيستون، زي ما قلنا البيستون اللي هو الجزء الرأسي اللي بينقل الحمل ده، هأثر بحمل رأسي والكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له الاتجاه من ايه؟ من تحت. ادي يا باشمهندس أثرت بدلتا سيجما من فوق، تمام. طب الدلتا سيجما هل ليها قيمة ثابتة زي سيجما 3؟ ما احنا قلنا ان السيجما 3 دي قيمة ثابتة بحددها بالكمبيوتر، تمام. الكمبيوتر بيضغط المية، المية بتضغط العينة بقيمة سيجما 3. طب دلتا سيجما؟ قال لي لا، دلتا سيجما دي بتأثر عليها من فوق بحمل من فوق، بتفضل تزيد لغاية ما يحصل انهيار للعينة. طبعا زي ما انت شايف المرحلة دي اسمها الشيرنج ستيج مش كونسوليديشن. الكونسوليديشن أثرت بدلتا بسيجما 3، الشيرنج ستيج بأثر بإيه؟ بالدلتا سيجما. الدلتا سيجما دي مش ثابتة، لا ده بتقعد تزيد لغاية ما يحصل انهيار بالقص للعينة أو شيرنج فيلر، وعشان كده المرحلة دي اسمها شيرنج ستيج. يبقى كده يا باشمهندس الاختبار بتاعي اتكون من مرحلتين، مرحلة طبقت فيها سيجما 3 ومرحلة طبقت فيها دلتا سيجما لغاية ما العينة انهارت. هسجل القيمتين دول، هسجلهم ليه؟ لأن بعد كده هتاخد السيجما 3 دي تزود لي عليها الدلتا سيجما اللي حصل عندها الانهيار، تجمعهم مع بعض هيدوك حاجة مهمة جدا اسمها سيجما 1. يعني العينة بتاعتي اهي أثرت في الأول عليها في الكونسوليديشن ستيج بسيجما 3 من جميع الاتجاهات، بعد كده جيت أثرت من فوق ومن تحت بس بإيه؟ بدلتا سيجما. أدي من فوق بدلتا سيجما وأدي من تحت بإيه؟ بدلتا سيجما، تمام. بعد كده سجلت الدلتا سيجما لغاية ما حصل انهيار، أو زودت الدلتا سيجما لغاية ما حصل انهيار، سجلت الدلتا سيجما وسجلت السيجما 3، جمعت السيجما دي واحد، سيجما 3 والدلتا سيجما مع بعض جمعتهم مع بعض ادتني الايه؟ السيجما 1. يعني العينة أصبح عليها من فوق سيجما 1 ومن تحت سيجما 1 ويمين وشمال أو داير ما يدور حوالين العينة سيجما 3. ادي الخطوه رقم 2 زي ما قلنا، سميناها الشيرنج ستيج. ليه سميناها الشيرنج ستيج؟ عشان المرحله دي هيحصل فيها انهيار للعينه بالقص. اثرت على العينه من فوق بدلتا سيجما وانا مأثر بسيجما 3 عادي، ما احنا قلنا السيجما 3 دي خلاص ضغطت الميه، الميه ضغطت العينه بسيجما 3، هبدا اثر بدلتا سيجما تقعد تزداد لغايه ما العينه يحصل لها انهيار، واسجل الدلتا سيجما اللي العينه حصل عندها انهيار، واضيف ايه؟ دلتا سيجما على السيجما 3، وادي دلتا سيجما زائد سيجما 3، تمام. اجمعهم مع بعض يا باشمهندس هيدوني ايه؟ هيدوني سيجما 1 زي ما انا قلت. ادي يا باشمهندس الايه؟ سيجما 1 من فوق، سيجما 1 من تحت، ويمين وشمال وداير ما يدور حوالين العينه سيجما 3. طب بعد كده قال لي يا باشمهندس دي كده عينه واحده حطيتها اثرت عليها بسيجما 3 واثرت عليها بدلتا سيجما لغايه ما انهارت، عينه واحده. العينه دي انت جبت لها ايه؟ ادي العينه رقم 1، لو قلنا عينه رقم 1 جبنا لها الايه؟ جبنا لها السيجما 3 والدلتا سيجما او الايه؟ السيجما 1. دي العينة رقم 1. هل أنا أختبر عينة واحدة؟ قال لي لأ، ده أنت تختبر عينة رقم 2 كمان، هتشيل العينة القديمة وتحط لي عينة جديدة. طب هتعمل إيه في العينة الجديدة دي؟ علم نفس الحاجات، هتعدها تحطها جوه الجهاز تأثر عليها بقيمة سيجما 3، تمام. هأثر عليها بسيجما 3 من طريق الكمبيوتر، تمام، بس سيجما 3 اكبر من سيجما 3 الاولانيه بتاعت العينه الاولانيه، يعني اقعد ازود سيجما 3 شويه، يعني اضغط الميه اكتر عشان تضغط العينه اكتر. طب بعد كده قال لي بس بعد كده دي كونسوليديشن ستيج خلاص، هتبدا تاثر بدلتا سيجما جديده لغايه ما العينه يحصل لها انهيار، وتسجل قيمه الدلتا سيجما اللي حصل عندها الانهيار وتجمعها على سيجما 3 هيجيبوا لك الايه؟ السيجما 1. ما احنا خدنا ان السيجما 1 بيساوي سيجما 3 زائد دلتا سيجما. اكتفي بكده؟ قال لي لا يا باشمهندس، هتبدا تجيب لي عينه ايه؟ رقم 3. هتشيل العينه القديمه اللي انهارت دي وتجيب لي عينه جديده، عينه رقم 3. العينه رقم 3 هتعمل فيها ايه؟ قال لي يا باشمهندس هاثر عليها بسيجما 3، بس خلي بالك السيجما 3 الجديدة دي لازم تكون أكبر من سيجما 3 بتاعت العينة 2 وأكبر من سيجما 3 بتاعت العينة رقم 1. كل شوية بقعد أكبر السيجما 3. يعني إيه أكبر السيجما 3؟ يعني أكبر الضغط اللي أنا بأثر بيه على المية واللي المية بتأثر بيه على العينة، تمام. طب بعد كده قال لي بعد كده دي أول مرحلة اللي هي كونسوليديشن ستيج اللي أنا بأثر بيها بسيجما 3. في المرحلة التانية هبدأ أأثر بدلتا سيجما. الدلتا سيجما دي مش ثابته، الدلتا سيجما دي بتزيد لغايه ما العينه يحصل عليها انهيار. الدلتا سيجما اللي حصل عندها الانهيار هسجلها واضيفها على سيجما 3، هتديني الايه؟ هتديني سيجما 1 بتاعتي. يبقى عندي العينه رقم 3 سيجما 3 وسيجما 1، لان احنا قلنا ان سيجما 1 بيساوي سيجما 3 زائد دلتا سيجما. ادي عندي لكل عينه من دول سيجما 3 وسيجما 1، سيجما 3 وسيجما 1، سيجما 3 وسيجما 1. اعمل ايه؟ قال لي يا باشمهندس هتعمل ايه؟ يعني انت عندك 3 عينات ولكل عينة من دول عندك سيجما 3 ودلتا سيجما وسيجما 1.
او سيجما 3 وسيجما 1 اللي انت سجلتهم وانت عامل اللي تعمل الاختبار، يبقى كده تحطهم جوه ايه، جوه جدول. ادي يا باشمهندس الايه الجدول بتاعي اهو، ده الجدول بتاعي. الجدول بتاعي بيقول لي ان عملت العينه رقم 1 اهي يا باشمهندس، اثرت بسيجما 3 من جميع الاتجاهات في اول حاله او في اول مرحله اللي هي الكونسوليديشن ستيج. احنا اتفقنا اول مرحله نسميها كونسوليديشن، اول مرحله اسمها كونسوليديشن، مهمه جدا دي عشان هنستخدمها بعدين. كونسوليديشن يبقى انا باثر بسيجما 3، دي اول مرحله. تاني مرحله اسمها ايه يا باشمهندسين؟ زي ما احنا قلنا، اسمها شيرنج. واسمها شيرنج ليه؟ عشان هي المرحله اللي بيحصل فيها انهيار بالقص، والمرحله دي انا باثر بايه، باثر بدلتا سيجما لغايه ما العينه يحصل لها انهيار. تمام، قال لي يا باشمهندس ده انا اول حاجه كده اثرت بايه في العينه رقم 1 اهي، اول حاجه اثرت بحمل سيجما 3 من جميع الاتجاهات في الكونسوليديشن ستيج بايه، ب 4 من 10، دي ثابته عن طريق الكمبيوتر، وقلت له اضغط لي الميه، ضغطت العينه بقيمه 4 من 10. طب بعد كده؟ قال لي بعد كده رحت جاي مأثر بحمل رأسي دلتا سيجما لغايه ما العينه انهارت، لقيتها انهارت عند سيجما دلتا سيجما ب 4 من 10. تمام، جمعت الاثنين دول مع بعض، جبت السيجما 1 ب 8 من 10، العينه رقم 1. العينه رقم 2، اثرت على العينه في الكونسوليديشن ستيج اللي هو اول حاله بسيجما 3 ب 1. تمام، واحد بقى كيلو جرام على سنتيمتر مربع، نيوتن على مللي مربع، مش مشكله، المهم ايه، اثرت عليها بقيمه معينه ب 1. بعد كده في المرحله الثانيه، في مرحله الشيرنج، اثرت بدلتا سيجما، قعدت تزيد 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 لغايه ما ثبتت عند 6 من 10، وحصل انهيار عند 6 من 10. تمام، يبقى كده الدلتا سيجما جمعتهم مع بعض جبت السيجما 1. بعد كده قال يا باشمهندس بعد كده في العينه رقم 3، شلت العينه رقم 2 حطيت العينه رقم 3، اثرت على ايه؟ قال يا باشمهندس اثرت على العينه بتاعتي بسيجما 3 من جميع الاتجاهات عن طريق ضغط الميه ب 1 و6 في المرحله الاولى كونسوليديشن. في المرحله الثانيه اللي هي مرحله الشيرنج، اثرت بدلتا سيجما لحد ما حصل انهيار عند دلتا سيجما ب 8 من 10. جمعت الواحد وستة وثمانية من عشرة، اداني كام؟ 2 و4، يبقى لكل عينة أصبح عندي إيه؟ عندي سيجما 3 وسيجما إيه؟ 1 لتلات عينات. تمام يا باشمهندس، طب فين الغرض من الاختبار؟ انت كنت قلت لي الغرض من الاختبار ده ان انا احسب حاجه اسمها سي والفاي او مقاومات او معاملات التربه للقص، فين الحاجات دي؟ فين الغرض من التجربه؟ هقول لك بالراحه، احنا دلوقتي اتفقنا ان دي كده على جنب كده، ادي يا باشمهندس كده اتفقنا ان ايه، ان انا لغايه دلوقتي ما عنديش غير ايه، غير شرط واحد او غير علاقه واحده هي اللي شغال عليها من الاول، اللي هي علاقه ايه، التاو على المحور الرأسي والسيجما على المحور الأفقي. مش دي العلاقة اللي عمالين شغالين عليها من ساعة ما بدأنا الإيه، من ساعة ما بدأنا الشابتر بتاعنا، هي دي العلاقة اللي أنا إيه شغال عليها، صح؟ دي العلاقة اللي أنا شغال عليها. تمام يا باشمهندس، على المحور الرأسي أدي التاو، وأدي على المحور الأفقي أدي السيجما بتاعتي. طب بعد كده قال يا باشمهندس ابدأ ارسم دايرة نور، طب فين دوائر مور اللي انا هرسمها دي؟ هقول لك الله، انت مش عندك العينه رقم 1 سيجما 1 وسيجما 2، انت عندك 3 عينات، عينه رقم 1، عينه رقم 2، عينه رقم 3، عندك 3 عينات، كل عينه من دول ليها سيجما 1 وليها سيجما 3، كل عينه من دول ليها سيجما 1 وليها سيجما 3. مظبوط، مش كل عينة ليها سيجما 1 وسيجما 3. تمام، وقع سيجما 1 وسيجما 3 دول على دايرة ايه؟ على دايرة مور بتاعتك. اوقعها ازاي؟ قال لي يا باشمهندس اهو، اول عينة السيجما 1 بتاعتها ب 4 من 10، تمام، والسيجما 3 بتاعتها ب 4 من 10، معلش دي اول عينة، السيجما 3 بتاعتها ب 4 من 10، والسيجما 1 بتاعتها بكام؟ كنا جبناها 8 من 10، ده كله من ايه؟ من الجدول، ماشي، الجدول بتاع اللي هو ايه اهو تحت ده، ماشي. هوقع كام؟ ادي 4 من 10 وادي 8 من 10، تمام، دي سيجما 1 وسيجما 3، هوصل بين النقطتين، هنصص زي ما خدنا، وابدأ ارسم ايه، هرسم دايرة مور بتاعتي. ده رقم 1. رقم 2، قال لي العينة رقم 2 ليها سيجما 1 وسيجما 3، سيجما 1 3 ب 1 و6 وسيجما 3 ب 1، وقعهم. ادي يا باشمهندس 1، تمام، وادي ايه، 1 و6، ارسم ايه،
دايرة مرسمة ازاي، انصص واحد وتلاتة، سيجما واحد وسيجما تلاتة، انصص المسافة بينهم وارسم بالايه، بالبرجل بتاعي ايه، دايرة مر. بعد كده قال لي يا باشمهندس العينة رقم تلاتة السيجما واحد بتاعتها باتنين واربعة، والسيجما تلاتة اهو جبتها من الجدول بكام، بواحد وستة. ادي يا باشمهندس واحد وستة اهي، كنا واقفين عندها، هي نفسها السيجما واحد بتاعت الايه، بتاعت العينة اللي فاتت. السيجما تلاتة بتاعت العينة الجديدة واحد وستة، والسيجما واحد بكام، باتنين واربعة. هوصل السيجما تلاتة بالسيجما واحد، هنصص المسافة ما بينهم، وبالبرجل بتاعي ارسم ايه، دايرة مور. اصبح عندي تلات دوائر ايه، مور. هعمل بيها ايه؟ قال لي يا باشمهندس هترسم مماس للتلات دوائر اهو، مماس للتلات دوائر هيقطع الايه، المحور الرأسي في نقطة. تمام، قطع المحور الرأسي في نقطة، احنا فاكرين ان المسافة الرأسية دي كانت عبارة عن ايه؟ قال لي يا باشمهندس المسافة الرأسية دي هي نفسها الايه، السي. الله، اهو بدأت تظهر اهي السي والفاي، بدأت يظهر اهي السي، بدأت تظهر. طب عايز اجيب الفاي. قال لي يا باشمهندس شايف الخط المائل اللي انت عملته ده، اللي اسمه الايه، الفيلر انفلوب. عايز اجيب الايه منه، الفاي. هتشد خط ايه، افقي. تمام، وتيجي يا باشمهندس بالمنقلة تقيس لي الزاوية اللي انت كونتها دي، هي الفاي بتاعتي. وبالتالي التجربة دي أدت الغرض منها، يعني جابت لي على المحور الرأسي السي زي الوحدة، زي الوحدة ما تجيب لي بقى، والايه، والفاي بالدرجات زي ما تطلع، اللي هو ميل الخط الايه، الخط المستقيم بتاعي. كده الاختبار بتاعي جاب السي والفاي، جبت السي والفاي يا باشمهندس، خلاص كده الاختبار أدى الغرض بتاعه. ادي شكل الدوائر بتاعتي اهي، ادي دي خاصة بالعينة رقم واحد، دي الدايرة الخاصة بالعينة رقم اتنين، دي الدايرة الخاصة بالعينة رقم تلاتة. لكل عينة وقعت السيجما تلاتة، وقعت السيجما واحد، وصلت، نصصت، رسمت دايرة مور. برضو هنا نفس الفكرة، ادي العينة رقم واحد سيجما تلاتة وسيجما واحد، وصلت، نصصت، رسمت دايرة مور. نفس الحكاية هنا، رسمت سيجما واحد وسيجما تلاتة، وصلت، نصصت، رسمت دايرة مور. يا باشمهندس بعد كده جبت ايه، موازي للتلات دوائر. لازم يكون معايا دايرتين على الأقل عشان أرسم موازيات. موازي للتلات دوائر، الموازي ده بيمس التلات دوائر، هيقطع المحور الرأسي في ايه، في نقطة. النقطة دي عبارة عن ايه، عبارة عن سي على المحور الرأسي، عبارة عن سي 3 × 12، 12 في الوحدة، الوحدة بتاعتي وليكن نيوتن على المليمتر مربع أو كيلوجرام على سنتيمتر مربع. وعايز أجيب الفاي، أدي المحور الأفقي أهو، أشوف ميل الزاوية دي بكام، وأجيب الإيه، الفاي بتاعتي. يبقى أنا كده جبت السي والفاي، والاختبار أدى الغرض منه. تمام، ده الاختبار بتاعي، أو باختصار الخطوات بتاعتي، أو الإيه، خطوات الترياكسيال كومبريشن تيست. تمام، قال لي يا باشمهندس خلي بالك، اذا انت كده ممكن تقول ان الاختبار بتاعي بيتكون من اختبار من ايه، من مرحلتين، او بيتكون من خطوتين، الكونسوليديشن ستيج والايه، والشيرنج ستيج. الكونسوليديشن ستيج دي اللي كنت بطبق فيها سيجما 3 من جميع الاتجاهات، والشيرنج ستيج اللي انا كنت بطبق فيها ايه، دلتا سيجما، لغايه ما العينه يحصل لها انهيار، وكنت بجمع الاثنين وبجيب في النهايه الايه، السيجما واحد. صح، تمام. قال لي خلاص، يبقى خد الجهاز بتاعك على جنب اهو، ادي الجهاز بتاعي على جنب اهو. تمام، وقول لي زي ما انت قلت كده ان الاختبار بتاعي بيتكون من ايه، بيتكون من حاجتين، او بيتكون من مرحلتين، كونسوليديشن ستيج مرحله اولى، وشيرنج ستيج مرحله تانية. كونسوليديشن ستيج هي الايه، المرحله اللي انا بوصل فيها بايه، بسيجما 3 من جميع الاتجاهات، والشيرنج ستيج هي المرحلة اللي أنا بأثر فيها بالدلتا سيجما لغاية ما العينة يحصل لها انهيار. دلتا سيجما رأسية أهي، لغاية ما العينة بتاعتي يحصل لها انهيار. تمام، هنمسك بقى الجزء المهم اللي أنا قلت لك عليه، بيعمل مشاكل كتيرة، وبعد كده هعمل لي إيه، شوية مصايب صغيرة. إيه الحاجة اللي أنا بقول عليها دي، الإيه، الفالف، أو الإيه، المحبس، المحبس بتاعي. إيه المشكلة اللي ممكن يعملها لي المحبس بتاعي، أو ليه الجزء ده قلقان منه وعمال احطه ايه حوالين ايه دوائر كده، اقول الجزء ده مهم. قال لي يا باشمهندس ببساطه، احنا قلنا الاول خطوه اللي هي consolidation stage، صح؟ قال لي انا ممكن اضغط الميه واثر بضغط على الميه، والميه تضغط العينه بكلمه سيجما 3، صح؟ قال لي في الانحاء دي، في الاثناء دي قصدي، وانا باثر في consolidation stage بسيجما 3 من جميع الاتجاهات،
ممكن اقفل المحبس اهو الفالف ده، وممكن افتح المحبس. يعني ممكن اعمل ده وممكن اعمل ده. طب ماشي، وليكن اثرت بسيجما 3 من جميع الاتجاهات على العينه اهي، اثرت بسيجما 3 من جميع الاتجاهات على العينه، انا موافق. ماشي. طب يا باشمهندس ايه اللي هيحصل؟ قال لي والله لو خدنا المرحله الاولى مثلا، او خدنا الفكره الاولى او الاحتمال الاول، ممكن اكون قافل المحبس. يعني ايه قافل المحبس؟ اهو ادي المحبس ده مقفول. يعني ايه؟ يعني بضغط على العينه بسيجما 3 من جميع الاتجاهات. زي ما قلنا السفنجه المفروض لما بضغط عليها بتطلع الميه بتاعتها. ادي ضغطت على العينه عايزه تطلع الميه، الميه هتيجي تطلع منين؟ قال لي يا باشمهندس الميه بتاعتي اكيد هتيجي تطلع من ايه؟ من اول ايه؟ فرج ليها اهو، اول فرج ليها، اول فتحه ليها اهي، اللي هي الانبوبه اللي انا عمال ارسم فيها ايه؟ عمال ارسم فيها اسهم. دي اهي اسهم، اهي اسهم، اهي المايه تعوز تطلع من العينه، تطلع من العينه، تطلع من العينه، هتيجي في الشات تلاقي الايه؟ الفالف اللي احنا قلنا عليه ده. ايوه يا باشمهندس المحبس، تمام. المحبس ده والله انت قلت لي في الحاله دي مغلق، المحبس مقفول، تم غلق الايه؟ المحبس. بالتالي يا باشمهندس هتقول لي ده بالتالي المفروض الايه؟ الميه مش هتعرف تخرج من العينه لان انت قافل المحبس، فبالتالي هيبقى في ميه جوه الفراغات. يا باشمهندس الميه ما خرجتش، يبقى حجم العينه ما اتغيرش. الدلتا فوليوم، الدلتا فوليوم بيساوي صفر، حجم العينه ما اتغيرش، لان عشان حجم العينه يتغير لازم الميه تخرج من الفراغات والعينه تنضبط، تمام. وهتقول لي في ضغط ميه، اه في ضغط ميه متولد. ليه في ضغط ميه متولد؟ لان يا باشمهندس الميه عايزه تطلع، تطلع 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 مع الاسهم دي، عايزه تطلع، لقيت في وشها الفالف مقفول مش عايز يطلع الميه، فبالتالي هيبقى في ميه في الفراغات بتاعت التربة. المية دي هيحصل لها انضغاط، الانضغاط ده هيتنقل ليها، فبالتالي المية هتشيل حمل، تمام. في مشكلة في المرحلة دي؟ المرحلة دي يا باشمهندس بنسميها يو او unconsolidated. اهي المرحلة دي بنسميها ايه؟ يو او unconsolidated، دي اول مرحلة. طب يا باشمهندس واحد يقول لي لا، طب انا ممكن اقصر بسيجما 3 عادي جدا. السيجما 3 اهي، هقول للكمبيوتر بره اضغط لي الميه بقيمه سيجما 3 وخلي الميه تنقل حمل سيجما 3 تنقله للعينه، تمام. والمره دي وانا فاتح المحبس مش قافله، ممكن افتح المحبس. طب اجرب اشوف ايه اللي هيحصل لو فتحت المحبس. قال لي يا باشمهندس وانا باثر على سيجما 3 من جميع الاتجاهات على العينه، اهي العينه بتاعتي عايزه تنضغط، عايزه تطلع الميه اللي جواها. الميه اللي جواها هتطلع عند اول ايه؟ فتحه. ادي الميه تطلع، الميه اللي في العينه بتطلع 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 بتطلع، جت في وشها لقت المحبس ماله؟ اهو احنا قلنا ايه؟ فتح المحبس، فتحنا المحبس هتبدا الايه؟ الميه تطلع بره. طب يا باشمهندس الميه طلعت بره، يعني الميه سابت فراغ، سابت الفراغات بتاعتها وطلعت بره، سابت مكانها فراغ، سابت مكانها وسط الحبيبات وطلعت، يعني هيحصل تغير حجمي. ليه حصل تغير حجمي؟ لان انت قلت لي الميه طلعت والعينه ايه؟ انضغطت، يبقى حجمها اتغير. في ضغط ميه متولد؟ هتقول لي ازاي يا باشمهندس؟ ازاي هيبقى في ضغط ميه اساسا والميه ايه؟ طلعت، ما عادش في ميه اساسا عشان يتولد عليها ضغط، فبالتالي الميه راحت جايه طالعه من مكانها، الضغط بتاعها مش هتشيل ضغط، التربه بس اللي هتشيل ضغط، اليو هتساوي صفر. الحاله دي بنسميها سي او كونسوليديتد، حصل كونسوليديشن لان الميه خرجت من بين الفراغات فحصل كونسوليديشن، تمام. ده وانا بطبق سيجما 3، يبقى وانا بطبق سيجما 3 اللي هي الكونسوليديشن ستيج اهي، كونسوليديشن ستيج، وانا بطبق سيجما 3 ممكن افتح الايه؟ المحبس او اقفله، تمام. طب يا باشمهندس دي الخطوه رقم 1، الخطوه رقم 2 قلت لي اللي هي الشيلنج ستيج وانا بطبق دلتا سيجما، ايه وضعها؟ قال لي نفس الفكره بالظبط، انت خلاص مطبق سيجما 3 يا اما فتحت وقفلت المحبس براحتك وانت بتطبق سيجما 3. وانت بتطبق دلتا سيجما دي خطوه ثانيه خالص، مش ايه؟ مش لازم طالما فتحت المحبس في الخطوه الاولى افتحه في الخطوه الثانيه، لا ده شيلنج ستيج دي خطوه ثانيه خالص. هبدا اقصر بحمل راسي دلتا سيجما لغايه ما العينه تنهار. دلتا سيجما دي قال لي يا باشمهندس ما هو ضغط برضه بيأثر على العينه من فوق ومن تحت. دلتا سيجما انا باثر بيها، ممكن افتح الفالف برضه وممكن اقفله. طب لو انا فتحت قفلت المحبس، غلق المحبس، ايه اللي هيحصل؟ قال لي يا باشمهندس ادي المحبس بتاعك ايه؟ مقفول. لو جيت ضغطت على العينه من فوق ومن تحت الميه تعوز ايه؟ تسيب العينه وتمشي، هتيجي تطلع 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 تطلع، تلاقي المحبس في وشها مقفول مش هتعرف تطلع. فبالتالي زي يا باشمهندس الحاله اللي فاتت، الحاله اللي فاتت دلتا فوليوم التغير الحجمي بيساوي صفر، لان الايه؟ الميه ما خرجتش من بين الفراغات، فبالتالي الحجم ما اتغيرش.
تمام. تولد ضغط الميه، في ضغط ميه متولد لان في ميه بين الفراغات، الميه دي انتقل ليها انضغاط فبالتالي انضغطت فبالتالي شالت حمل. الحاله دي بنسميها يو برضو، بس مش انكونسوليديتد زي الاول، بنسميها اندريند. اندريند بعد كده يا باشمهندس، طب ما انا ممكن اقصر بدلتا سيجما برضو بس وانا فاتح المحبس. طب وانا بأثر بدلتا سيجما، ابدا اقصر العينه بتاثر على سيجما 3 اوريدي من جميع الاتجاهات، هاثر بدلتا سيجما وانا فاتح المحبس، اجرب افتح الايه الفالف بتاعي ده او المحبس بتاعي اللي عامل لي مشاكل ده، ايه اللي هيحصل؟ بضغط على العينه، الميه عايزه تطلع من اول فتحه. اول فتحه فين؟ الانبوبه دي، هتيجي تطلع 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 تطلع، تلاقي المحبس في وشها مفتوح، هتروح جاي ايه طالع بره، يبقى الميه سابت الحبيبات او سابت التربه ومشيت، يبقى اكيد ضغط الميه المتولد بكام؟ بصفر، لان ما عادش في ميه في العينه خلاص، العينه الميه طلعت. التغير الحجمي، في تغير حجمي، طبعا في تغير حجمي في العينه، لازم حجمها يتغير. ليه لازم حجمها يتغير؟ لان الميه سابت الفراغات والعينه انضغطت. المرحله دي بنسميها دي درينيد، المرحله دي بنسميها درينيد. تمام، دي كده المراحل اللي عندي. تمام، قال لي يا باشمهندس كده، يعني انت بتقول لي ان انت كده ينفع تعمل ايه؟ هقول لك كده ان انا ممكن اعمل افتح اقصر بسيجما 3، ممكن اقصر بسيجما 3 عادي جدا. تمام، وانا بقصر بسيجما 3 ابقى فاتح المحبس، ابقى قافل المحبس قصدي. تمام، وانا قافل المحبس قلت المفروض الميه هتدنها جوه العينه، مش هيحصل تغير حجمي، الدلتا فوليوم مش هيبقى فيه دلتا فوليوم، خلاص ما عادش فيه دلتا فوليوم، ولكن الميه هتدنها بين الفراغات وهتنضغط فبالتالي يبقى فيه ضغط ميه. تمام، الحاله دي قلت بسميها ان كونسوليديتد، ما حصلش كونسوليديشن لان الميه ما خرجتش، اسميها يو اهي يا باشمهندس، يو ان كونسوليديتد، ان كونسوليديتد، دي المرحله الاولى. تمام، قال لي يا باشمهندس خلي بالك، طب انا برضو ايه، وانا بطبق ادي سيجما 3 بتاعتي، وانا بطبق سيجما 3 اهي، وانا بطبق سيجما 3 ممكن اعمل ايه؟ قال لي يا باشمهندس ممكن افتح الايه، ممكن افتح المحبس اخلي المحبس بتاعي ايه مفتوح، ممكن افتح المحبس اخلي المحبس بتاعي مفتوح. يعني ايه افتح المحبس؟ قال لي يا باشمهندس لو فتحت المحبس المايه تخرج من الفراغات فبالتالي التغير الحجمي هيبقى فيه تغير حجمي، ولكن المايه خرجت زي ما احنا قلنا، طالما المايه خرجت يبقى ضغط المايه بيساوي صفر. قلنا الحاله دي مش هنسميها يو، لا هنسميها سي كونسوليديتد، هيحصل كونسوليديشن لانه انت بتاثر بسيجما 3 من جميع الاتجاهات، فتحت المحبس الميه طلعت، فالميه طلعت من بين الفراغات حصل كونسوليديشن، يبقى الحته المرحله دي هنسميها يا باشمهندس ايه؟ هنسميها كونسوليديتد. بعد كده هتقول لي يا باشمهندس وانا باثر بايه؟ هتقول لي يا باشمهندس دي المرحله الاولى انا باثر بسيجما 3، طب وانا باثر بدلتا سيجما؟ وانا بأثر بدلتا سيجما ايه الدنيا؟ قال لي يا باشمهندس دي مرحلة تانية، المرحلة دي وانا بأثر بدلتا سيجما من فوق ومن تحت برضو ممكن اقفل المحبس. لو قفلت المحبس، قال لي يا باشمهندس المية تيجي تطلع من العينة اهي، هتيجي تطلع 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 تطلع، تلاقي الايه المحبس مش هتعرف تطلع، فبالتالي برضو التغير الحجمي مفيش، مش هيحصل تغير حجمي لان الميه ما سابتش مكانها، ولكن هيتولد ضغط ميه لان الميه موجوده في الفراغات اوريدي، الميه موجوده في الفراغات هتنضغط ويحصل ايه، هيتولد ضغط ميه. المرحله دي بنسميها يو برضو ان دريند، مش ان كونسوليديتد، المره دي هنسميها يو بس يا باشمهندس ايه، هنسميها ان دريند مش ان كونسوليديتد، ما حصلش ايه تصريف. طب يا باشمهندس واحد يقول لي طب انا ممكن اقصر بايه؟ انا ممكن اقصر عادي جدا بدلتا سيجما وانا فاتح المحبس اهو، والمحبس بتاعي ايه مفتوح، في الحاله دي الميه هتطلع بره، هيحصل تغير حجم للعينه، ولكن ضغط الميه المتولد هيساوي ايه صفر. ليه ضغط الميه المتولد هيساوي صفر؟ تقول لي يا باشمهندس ما الميه اوريدي طلعت، مفيش ميه عشان يتولد عليها ضغط، فبالتالي هتقول لي في الحاله دي هنسميها مش دي بقى مش سي، هنسميها دي يا باشمهندس ايه درينيد، الحاله دي هيبقى اسمها درينيد. الحاله دي كده اسمها درينج. تمام، طب ليه يا باشمهندس انا عمال اقول لك انك عندك عده حالات، منها زي ما احنا قلنا مثلا، يعني ادي الحاله الاولى ان كونسوليديتد، والحاله الثانيه كونسوليديتد، الحاله دي
اول حاجه انا بطبق سيجما 3، ممكن اغلق المحبس ان كونسوليديتد، ممكن افتح المحبس كونسوليديتد، وانا بوصل بدلتا سيجما عندي ام دريند، وانا قافل المحبس وانا فاتح المحبس عندي دريند. ليه عمال اقول الحالات دي كلها؟ قال لي عشان دلوقتي يا باشمهندس هنبدا نعمل لينك ما بينها. يعني هنبدا نعمل لينك ما بينها؟ هنبدا نوصل. نوصل ازاي؟ قال لي يا باشمهندس يعني هتاخد شويه حالات من الشمال تعمل لها لينك مع شويه حالات من اليمين، وتبدأ تطلع ايه اختبارات رياكسل مختلفة، بدل ما كان اختبار واحد. قال لي لا، المحبس ده على حسب فتحت المحبس او قفلته فاني ستيج من الاثنين، فاني مرحلة من الاثنين هبدأ اطلع ايه، ابدأ اطلع اختبارات رياكسل تانية. طب فين الاختبارات دي؟ قال لي اختبار رقم واحد يو ده كده اختبار. ليه ده كده اختبار يا باشمهندس؟ قال لي الاختبار ده معناه ان انا ممكن اعمل ايه. قال لي الاختبار ده معناه ان انا ممكن وانا بأثر بسيجما 3 اهو اقفل المحبس، وانا بأثر بدلتا سيجما اقفل برضو المحبس اهو، غلق المحبس غلق المحبس. الاختبار ده كده اسمه يو، ده نوع من انواع الاختبارات. نوع اختبار تاني اسمه سي دي اهو، ما انا وصلت شمال بيمين تمام. سي دي معناه ايه؟ معناه وانا بأثر بسيجما 3 اهو، السي اهو يا باشمهندس، وانا بأثر بسيجما 3 قافل المحبس فاتح المحبس اهو، السي اهو كونسوليديت معناه فاتح المحبس، وانا بأثر بدلتا سيجما لغايه ما العينه تنهار برضو فاتح المحبس، يبقى ده اختبار تاني اسمه سي دي. ايه تاني؟ قال الاختبار التالت والاخير من السي لليو، ادي سي اهو يو، ده معناه ايه؟ معناه وانا بأثر بسيجما 3 اهو السيجما 3 انا ممكن ايه افتح المحبس، ببقى فاتح المحبس تمام، وانا بأثر بالشيرنج ستيج بدلتا سيجما اروح جاي ايه قافله قفلت المحبس، يبقى عندي ايه سي يو تمام. يعني شايفين الفالف اللي انا قلت لكم عليه من البدايه؟ قال الفالف ده عمل لي مشكله كبيره جدا، بدل ما كان عندي اختبار ترياكسيال تيست واحد بس بقى عندي ثلاث اختبارات، اللي هما ايه؟ اول اختبار اللي هو اليو يو، اول اختبار اهو اليو يو ده اول اختبار، تاني اختبار السي دي ادي السي اهي والدي ده تاني اختبار عندي، تالت اختبار اللي هو يا باشمهندس الايه السي يو، ادي السي يو ده تالت ايه اختبار، ده على حسب ايه فتح وقفل الايه المحبس بتاعي في كل مرحله من المراحل. اللي علينا بقى يا باشمهندس كل اختبار من الاختبارات دي لازم علينا نفهمه وعلينا ايه المسائل بتاعته تمام. نبدا بقى اختبار، اقول لك يا باشمهندس ابدا باول اختبار اللي هو الايه اللي هو اليو يو، وانا بأثر بسيجما 3 قافل المحبس، وانا بأثر بدلتا سيجما لغايه ما العينه تنهار قافل المحبس، ده الاختبار الاول بتاعي هبدأ بيه وايه وابدأ اشرحه تمام. هذا يا باشمهندس اختبار اليو، ده شرح اللي احنا لسه قايلينه اللي انا لسه شارحه بره، ده اللي هو فتح المحبس وقفل المحبس. ادي اول اختبار اللي هو اليو يو تيست او الان كونسوليديتد اند دريند تيست، زي ما احنا خدنا هنا اهو ان كونسوليديتد اند دريند unconsolidated and drained test. الاختبار ده ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لي يا باشمهندس زي ما قلنا الاختبارات بتاعتي بتتكون من مرحلتين، مرحلة أولى بأثر بسيجما 3 اسمها الكونسوليديشن، ومرحلة تانية بأثر بإيه بدلتا سيجما لغاية ما العينة تنهار اسمها مرحلة الشيرنج تمام. قال لي يا باشمهندس الاختبار ده في الأول كده اسمه كويك تيست، اختبار سريع جدا مدته تقريبا ربع ساعة 10 دقايق، بحط العينة في مكانها جوه الجهاز ببدأ أثر بسيجما 3 من جميع الاتجاهات، بس خد بالك والمحبس إيه مقفول والفالف بتاعي مقفول في مرحلة الإيه الكونسوليديشن اسمها ان كونسوليديتد تمام. بعد كده قال لي يا باشمهندس ببدأ أثر بدلتا سيجما لغاية ما العينة تنهار، يا باشمهندس برضو المحبس إيه والمحبس مقفول أهو، أدي يا باشمهندس المحبس إيه مقفول زي ما قلنا اليو يو لازم المحبس يكون مقفول، يبقى في الأول أثر بسيجما 3 والمحبس مقفول أي قيمة سيجما 3 اللي هو اللي بيحددها لي في المسألة، بعد كده أبدأ أثر بدلتا سيجما لغاية ما يحصل انهيار يا باشمهندس والمحبس برضو إيه مقفول، أسجل قيم سيجما 3 ودلتا سيجما لأول عينة هجمعهم مع بعض يا باشمهندس وأجيب حاجة اسمها الإيه، هجيب لي حاجة اسمها سيجما 1 لأول عينة، دي أول عينة، بعد كده خدها ارميها خلاص عينة انهارت، هتجيب عينة جديدة. العينة الجديدة دي هتعمل فيها ايه؟ قال لي يا باشمهندس العينة الجديدة دي هاخدها احطها جوه الجهاز، هأثر عليها بسيجما 3 في الكونسوليديشن ستيج أول مرحلة، هأثر عليها بسيجما 3 تاني
صح؟ بس المرة دي سيجما 3 مالها؟ لازم تكون أكبر من المرة الأولانية، يبقى هضغط المية، أصر بضغط على المية، المية تنقل الضغط للعينة، أصر بسيجما 3 أكبر. برضو المحبس إيه؟ مقفول. طب بعد كده قال لي يا باشمهندس هأثر على العينة بدلتا سيجما من جميع الاتجاهات. إيه بدلتا سيجما أصلا في المرحلة التانية؟ قصدي هأثر بدلتا سيجما رأسية لغاية ما العينة تنهار، وأسجل الدلتا سيجما وأجمع سيجما 3 زائد الدلتا سيجما هيديني سيجما إيه؟ 1. طب بعد كده ارمي العينة، هات عينة تالتة حطها جوه الجهاز، أثر عليها بسيجما 3 وأنت قافل المحبس، بس سيجما 3 أكبر من العينة الأولى والتانية. بعد كده الخطوة رقم 2 هأثر عليها بدلتا سيجما برضو وأنا قافل المحبس يا باشمهندس لغاية ما يحصل انهيار، وأجمع سيجما وأسجل سيجما 3 ودلتا سيجما اللي حصل عندها الانهيار، هجمعهم وأجيب السيجما 1. يبقى كده أصبح عندي 3 عينات، عينة 1، عينة 2، عينة 3، كل عينة ليها الإيه؟ السيجما 1 والسيجما 3. أعمل إيه؟ هتعمل جدول، ترسم الجدول ده، تجيب منه الايه؟ السي والفاي. ادي يا باشمهندس اللي حصل معايا اهو، ادي العينه رقم 1 اهي، تمام، اثرت عليها بدلتا سيجما او بسيجما 3 من جميع الاتجاهات وانا قافل المحبس، قيمتها 2 من 10. بعد كده اثرت بدلتا سيجما انهارت عند دلتا سيجما 8 من 10، جمعت الاتنين مع بعض ادتني الايه؟ سيجما 1. بعد كده العينه رقم 2 يا باشمهندس أثرت عليها بسيجما 3 من جميع الاتجاهات وأنا قافل المحبس بقيمة 1 و2، بعد كده أثرت عليها بدلتا سيجما رأسية لغاية ما انهارت عند دلتا سيجما 8 من 10، كل ده وأنا قافل المحبس، جمعتهم مع بعض ادتني الإيه؟ ادتني سيجما 1 ب2. بعد كده العينة رقم 3 أثرت عليها بسيجما 3 من جميع الاتجاهات وأنا قافل المحبس 2 و2 من 10، بعد كده أثرت عليها بدلتا سيجما رأسية لغاية ما حصل انهيار، حصل انهيار عند دلتا سيجما 8 من 10 وأنا قافل المحبس برضه، جمعتهم مع بعض جبت إيه؟ سيجما 1. تمام، خلي بالك التلات عينات دول يا باشمهندس جبت لهم السيجما 3 والسيجما 1. عايز اجيب السي والفاي، هتقول لي يا باشمهندس من دايره مور، هتبدا ترسم الايه؟ السي والفاي بتاعتك. طب ارسم من دايره مور ازاي؟ قال لي يا باشمهندس اهو مفيش غيره الايه؟ العلاقه اللي ما خدتش غيرها ما بين الايه؟ المحور الرأسي اهو، وادي الايه؟ المحور الافقي. قلنا يا باشمهندس المحور الافقي سيجما والمحور الرأسي ايه؟ تاب. هبدأ أوقع الايه؟ السيجما 1 وكل عينات. احنا كان عندنا عينة 1، عينة 2، عينة 3، كل عينة ليها كام؟ ليها سيجما 3 وليها سيجما 1. تمام، العينة رقم 1 قال لي السيجما 1 بتاعتها ب2 من 10، سيجما 3 ب2 من 10، والسيجما 1 ب1. العينة رقم اهو في الجدول ده، العينة رقم 2 السيجما بتاعتها ب1 و2، سيجما 3 1 و2، والسيجما 1 ب2. العينة رقم 3 السيجما 3 ب2 و2، والسيجما 1 بكام ب3. تعال ارسم لي الدوائر دي. ادي يا باشمهندس اول دايرة السيجما 1 ب2 من 10، ادي 2 من 10 و1. تمام، هوصل هنصص وارسم ايه؟ دايرة مور. بعد كده العينة رقم 2 ادي يا باشمهندس 1 و2 السيجما 3 والسيجما 1 ب2 من 10، هوصل هنصص ارسم ايه؟ دايرة مور. بعد كده العينة الأخيرة قال لي يا باشمهندس السيجما 3 بتاعتها 2 و2 والسيجما 1 ب3، هوصل هنصص هرسم دايرة مور. واحد يقول لي يا باشمهندس طب احسب الايه؟ السي والفاي ازاي؟ قال لي يا باشمهندس مقاس التلات دوائر من فوق كده، يمس التلات دوائر هلاقي الخط بتاعي طلع مستقيم تماما. يعني ايه الخط بتاعي طلع مستقيم تماما؟ يعني قيمة السي على المحور الرأسي اهي، اجيب قيمة السي، اقدر اجيب قيمة للسي، اي سي ليها قيمة، ولكن الفاي بكام؟ بصفر. ليه الفاي بصفر؟ لان يا باشمهندس الفاي دي المفروض ميل الخط المستقيم ده، هي ميل الخط ده، الخط ده رأس افقي تماما ملوش ميل، فبالتالي الفاي بتاعتي بتساوي صفر. تمام، ايه اللي حصل؟ قال لي يا باشمهندس خد بالك في الاختبار ده لما جيت رسمت الدوائر اهم، طلعوا التلات دوائر ليهم نفس القطر. يعني ايه ليهم نفس القطر؟ يعني نص القطر بتاعي ثابت، ادي نص القطر بتاعي هنا ثابت اهو، رأس الجزء ده ثابت وده ثابت وده ثابت، نص القطر بتاعي ايه؟ ثابت للتلات ايه؟ للتلات دوائر. يعني ايه نص القطر ثابت؟ يعني يا باشمهندس بالعربي كده التاو بتاعتي ثابتة، اللي هو الايه؟ الخط اللي انا رسمته ده الخط الرأسي اللي انا بجيب منه التاو، ما التاو بتاعتي بتساوي سي زي التان فاي، صح؟ التان فاي بصفر يبقى الترم كله بصفر، يبقى التاو بتاعتي او مقاومة القص بتاعتي بتساوي سي. اللي حصل ان مقاومة التربة بتاعتي تاو او السي
ثابتة ما بتتغيرش على طول الاختبار. ليه ما اتغيرتش؟ لأن يا باشمهندس احنا اتفقنا إن التربة دي عشان يحصل لها، عشان المقاومة بتاعتها تزيد لازم يحصل لها كونسوليديشن، يعني لازم المية تطلع من الفراغات وتسيب مكانها فضاء فراغ، تمام؟ فالتربة تنضغط، مقاومتها تزيد، وإيه كثافتها تزيد ومقاومتها تزيد. هنا المية تطلع منين؟ ما مفيش مية بتطلع أصلا. ليه؟ لأن أنا قافل المحبس طول الإيه، طول التجربة، وأنا بطبق سيجما 3 كنت قافل المحبس، وأنا بطبق دلتا سيجما كنت قافل المحبس، فبالتالي المية ما خرجتش من الفراغات، العينة ما انضغطتش، مقاومتها ما زادتش، فبالتالي المقاومة بتاعت العينة دايما هتدنها ثابتة، وهي قيمة سي. مهما أثرت بسيجما 3 ودلتا سيجما دايما المقاومة ثابتة، لأن العينة ما حصلهاش كونسوليديشن. فبالتالي هتلاقي الدوائر كلها بترجع على نفس ايه، ترجع على نفس نص القطر. ادي الدايره دي نفس نص القطر، الدايره دي نفس نص القطر، الدايره دي، والدلتا سيجما بتاعتي ايه، ثابته. ليه برضو تاني يا باشمهندس؟ لان عشان تزيد معناها ان المفروض المقاومه بتزيد، عشان نص قطر الدايره زيد المفروض المقاومه بتزيد. انا عندي لا، المقاومه ثابته لان العينه ما حصلهاش كونسوليديشن، ما حصلهاش تسلط، عشان الميه ما انصرفتش من بين الايه، الفراغات. تمام. بعد كده عندي بعض الملاحظات دي اللي انا لسه شارحينها. هقول برضو ان الريزلتس ان تيرمز اوف توتال ستريسز، يعني الاجادات بتاعتي كلها سيجما 1 وسيجما 3، مفيش سيجما داش، تمام؟ مفيش سيجما داش. والريزلتس بتاعتي او الايه، النتيجه بيبقى فيها سي بس، ما يبقاش فيها ايه فاي. الفاي بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. بعض التطبيقات على اختبار اليو، في نهايه كل اختبار بيديك شويه تطبيقات بتطبق عليها. اول تطبيق قال لك يا باشمهندس ان الاختبار ده بيستخدم هذا الاختبار لتمثيل حالات البناء السريعه على طبقات التربه الطينيه المشبعه بالمياه، بحيث يحدث انهيار للتربه بالقص نتيجه لانحمال المنشا قبل حدوث تصريف للمياه بين حبيبات طبقات الطين المشبعه. يعني الاختبار ده اختبار اليو، احنا عملنا ايه، اثرنا بسيجما 3 وبعد كده بدلتا سيجما، ولغايه ما العينه انهارت قبل ما يحصل تصرف للميه، او مش قبل ما يحصل تصرف للميه، احنا كده كده كنا قافلين تصرف الميه، ما سمحناش للميه بانها يحصل لها ايه، تصريف. فده بيمثل في الواقع ايه، لما اجي ابني على تربه طينيه مشبعه بالميه، ابني عليها بسرعه جدا لدرجه ان ايه، ان التربه بتاعتي بيحصل لها انهيار قبل ما احصل، قبل ما ايه، قبل ما اسمح للميه بانها تنصرف، تمام؟ ما هو انا ما سمحتش للميه تنصرف ازاي في الطبيعه؟ ان انا بنيت بسرعه واثرت على التربه باحمال كبيره والميه ما لحقتش تطلع من الفراغات وحصل انهيار للايه، للتربه. تمام. قال لي مديني بعض بقى الايه، مديني بعض الابلكيشن زي embankment constructed rapidly over a soil clay deposit، انشاء ردم ترابي سريع فوق طبقة من الطين ضعيف التماسك، construction of building a low permeable soil، يعني انشاء المباني على تربة ذات نفاذية منخفضة، compaction of soil، دمج التربة، footing placed rapidly on soft normally consolidated clay deposit، انشاء قواعد سريعا على طبقات من الطين الضعيف، earthquake impact on any saturated soil deposit، تأثير الزلازل. برضه زي ما قلنا الزلازل ايه، تأثيرها بيبقى لحظي وقوي جدا، فايه التربة بتنهار قبل ما حتى ايه المية تنصرف منها. بعد كده الاختبار الثاني اللي هو السي دي تيست او السلو تيست. ايه السي دي تيست ده؟ اهو يا باشمهندس ادي التشارت بتاعنا اللي احنا كنا عملناه. السي دي تيست اهو، ادي سي اهي كونسوليديتد، يعني وانا بأثر بسيجما 3 انا فاتح الايه، انا فاتح المحبس اهو، المحبس مفتوح، انا فاتح المحبس. دي درينيد، يعني وانا بأثر بدلتا سيجما برضو ايه، فاتح الايه، المحبس. تعال نشوف كده الاختبار ده بيقول ايه. قال يا باشمهندس في الاختبار ده، انا قلت الاختبار بيكون من مرحلتين، مرحله بطبق سيجما 3 ومرحله بطبق ايه، دلتا سيجما، تمام؟ قال الاختبار ده اولا اسمه سلو تيست، اختبار بطيء جدا. ليه اختبار بطيء جدا؟ مدته يوم لمرحله التسلط، يعني الكونسوليديشن ستيج انا باثر سيجما 3 لمده يوم، بدناها يوم، ولما باثر بدلتا سيجما بدناها تقريبا اسبوعين. ليه بقى؟ قال يا باشمهندس لازم يكون التحميل بطيء جدا عشان اسمح للميه بالخروج، ما انا فاتح المحبس، ما احنا قلنا في الاختبار ده سي دي تيست كونسوليديتد دريند، ان انا فاتح المحبس في الحالتين، وانا بطبق سيجما 3 وانا بطبق دلتا سيجما الاثنين. فعشان اسمح للميه بالخروج، الميه احنا قلنا الطين نفاذيته صغيره جدا، فالميه بتحتاج وقت كبير جدا عشان تطلع من الفراغات، فانا بسيب المحبس مفتوح وباثر بسيجما 3 ودلتا سيجما على فترات طويله عشان الميه تخرج من الفراغات دون انها تتحمل ايه، حمل، دون ان يحصل لها انضغاط. تمام. قال لي الاختبار ده بيتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى بطبق سيجما 3 أهو، وأنا إيه، فاتح المحبس، المحبس بتاعي مفتوح، تمام؟ طب بعد كده، قال لي بعد كده بحط العينة بأثر عليها بدلتا سيجما رأسية، برضه المحبس إيه، والمحبس مفتوح لغاية ما العينة تنهار.
دي العينة رقم واحد، بعد كده هرميها، هجيب العينة رقم اتنين. خد بالك ان العينة رقم اتنين هعرضها لسيجما تلاتة برضو، والمحبس مفتوح بس اكبر من سيجما تلاتة بتاع العينة الاولانية، واسرعها بدلتا سيجما لغاية ما تنهار. بعد كده هرميها واجيب العينة رقم ايه تلاتة، هأثر عليها بسيجما تلاتة من جميع الاتجاهات والمحبس مفتوح. بعد كده سيجما تلاتة طبعا اكبر من العينة الاولى واكبر من العينة الايه التانية، سيجما تلاتة اكبر من العينة من سيجما تلاتة بتاع العينة الاولى والتانية. بعد كده هأثر عليها بدلتا سيجما من فوق وتحت يا باشمهندس، والمحبس مفتوح لغايه ما يحصل انهيار. لكل عينه من العينات هسجل لها السيجما 3 واسجل لها الدلتا سيجما اللي حصل عندها الانهيار لكل عينه من الثلاث عينات، عشان اجمعهم على بعض واجيب الايه واجيب السيجما 1. خد بالك يا باشمهندس، هنا طول الاختبار المحبس مفتوح، يعني الميه عماله تطلع، يعني مفيش ضغط ميه ايه متولد. تمام. قال لي يا باشمهندس ادي نتائج الاختبار بتاعتي ايه. العينه رقم 1 اهي، اثرت عليها بسيجما 3 وانا فاتح المحبس، تمام. بعد كده اثرت عليها بدلتا سيجما لغايه ما انهارت عند دلتا سيجما ب 4 من 10، جمعت الاثنين مع بعض ادتني سيجما 1 ب 8 من 10. العينه رقم 2 اثرت عليها بسيجما 3 من جميع الاتجاهات وانا فاتح المحبس، سيجما 3 ب 1. بعد كده اثرت عليها بدلتا سيجما برضه وانا فاتح المحبس، انهارت عند دلتا سيجما بكام؟ ب 6 من 10، جمعتهم مع بعض جبت سيجما 1. بعد كده قال لي يا باشمهندس العينة رقم 3 أثرت عليها بسيجما 3 من جميع الاتجاهات وأنا فاتح المحبس، السيجما 3 دي بواحد وستة. بعد كده أثرت عليها بدلتا سيجما، حصل انهيار عند دلتا سيجما ب 8 من 10، وأنا فاتح المحبس برضو أثرت بدلتا سيجما وأنا فاتح المحبس، زودت الاتنين مع بعض جبت الإيه السيجما 1. أصبح عندي 3 عينات، لكل عينة يا باشمهندس عندي السيجما 1 والسيجما 3، أقدر أرسم دوائر مور. قال لي أنت محتاج دايرتين مور بس على الأقل عشان ترسم الإيه الخط المايل ده وتجيب منه السي والفاي. أنا عندي 3 عينات، كل عينة ليها سيجما 3 وسيجما 1. تمام. طب يا باشمهندس إيه قصة السيجما 3 داش اللي أنا شايفها دي؟ إيه السيجما 1 بيساوي سيجما 1 داش والسيجما 3 بيساوي سيجما 3 داش؟ يا باشمهندس ما هو بديهي، إحنا قلنا إيه؟ أنت نفسك قلت لي إن ضغط المية بيساوي صفر، انت لسه ايه اللي ما طالعه 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 عماله تطلع طول الاختبار، مفيش ميه بتتخزن، مفيش ميه جوه العينه، مفيش ميه بين الفراغات، فمفيش ميه تنضغط عشان تولد عليها ضغط، صح؟ فبالتالي احنا قلنا ان الضغط سيجما اللي شايلاه التربه بيساوي سيجما داش زائد يو. انت قلت لي الميه عماله تطلع ومفيش ميه، خلاص يبقى انت اليو بتاعتك بصفر، يعني اي سيجما في المساله دي هتساوي على طول سيجما داش، يعني اي سيجما 3 هيساوي سيجما 3 داش، اي سيجما 1 هتساوي سيجما ايه 1 داش. تمام يا باشمهندس هعمل ايه؟ قال لي يا باشمهندس معاك 3 عينات، كل عينه سيجما 1 او سيجما 1 داش وسيجما 3 او سيجما 3 داش، ابدا ارسم ايه دوائر مور زي ما خدنا اهو بقى، خلاص مالناش لازم نرسمها تاني. ادي يا باشمهندس اول عينه رسمت السيجما 1 سيجما 3 وسيجما 1 ورسمت دايره مور، تاني عينه برضو رسمت لها سيجما 3 وسيجما 1 ورسمت دايره مور، تالت عينة نفس الفكرة رسمت لها سيجما 3 وسيجما 1 ورسمت دايرة مور. جيت يا باشمهندس ايه مماس للايه للتلات دواير، تمام. بالمماس ده جبت على المحور الرأسي سي وجبت على المحور الأفقي فاي، بس خلي بالك ايه ان دي مش فاي عادية دي فاي داش، ودي مش سي عادية دي سي داش. ليه؟ لأن المية اليو بتساوي صفر، المية خرجت ما عادش في ايه مية، اهو اليو بتساوي صفر ما عادش في مية، فبالتالي أي سيجما بتساوي سيجما داش، اي سيجما 1 سيجما 1 داش، واي سيجما 3 مات سيجما 3 داش. مش بس كده، ده افكتيف ستريس مور سيركل، يعني الاستريسز هنا افكتيف، ما احنا قلنا ان السيجما داش دي افكتيف سويل ستريس والسيجما توتال سويل ستريس. لما يبقى عندي سيجما داش معنى كده ان الميه بتاعتي بيساوي ايه صفر، مفيش ميه، فبالتالي دي ايه effective soil stress. فبالتالي اي سي بسي داش واي فاي برضه بايه بفاي داش، ما عادش اسمها خد بالك السويل شير سترينث بارامترز، لا ده اسمها effective soil shear strength parameters، لان ايه ما فيش ميه. اذا الاختبار ده يا باشمهندس النتائج بتاعتي بتبقى فاي سيجما داش، تمام، وتاو تاو داش كله داشات، تمام، والسي برضو مش هتبقى ايه توتال شوال شير سترينث بارامترز، لا ده هتبقى افكتيف شير سترينث بارامترز، كل حاجه افكتيف، كل حاجه داش، يعني السيجمات بتاعتي كلها داش، التوات كلها داش، السي كلها داش، الفاي كلها داش. تمام. قال لي يا باشمهندس برضو بعض الابلكيشن، قال لي تستخدم نتائج هذا الاختبار عكس اختبار اليو ده عكسه، تستخدم نتائج هذا الاختبار لتمثيل حالات البناء البطيئه مش السريعه بقى على طبقات التربه الطينيه المشبعه بالمياه، بحيث يتم تطبيق الحمل ببطء للسماح الماء للمياه بين الحبيبات للتربه بالتصرف.
لانج تيرم يعني على اساس دون تو تولد ضغط المياه زاد فيحدث تسلل التربه تزداد مقاومتها، تمام؟ عكس الايه؟ عكس اختبار اليو. احنا قلنا اختبار اليو بنأثر بحمل سريع جدا على التربه المشبعه، فبالتالي التربه بتنهار قبل ما الميه اصلا تفكر ايه تنصرف منها. لكن في الحاله دي قال لي يا باشمهندس، في الحاله دي لا، ده انا مثلا لو عندي ايه حته ارض ببني عليها بيت، الارض دي من التربه الطينيه، التربه الطينيه مشبعه، قال لي لا ده انا هبني دور بالراحه، فاضي فرع فاضي كبير، هبني دور تمام واسيبه شويه، تمام. الدور ده بيأثر بحمل، الحمل ده يأثر على التربه، التربه دي فيها ميه، الميه تبدا تسيب الفراغات وتطلع، بعد كده بعدها بخمس ست سنين اروح جاي مأثر بايه؟ احط دور تاني، ادي حمل بطيء جدا بيأثر، احط بعد ست سبع سنين احط دور تالت وهكذا، بأثر بايه؟ باحمال بطيئه جدا على فترات زمنيه طويله، تمام يا باشمهندس. بالتالي بتسمح للتربه انها تصرف الميه، تسمح للتربه انها تنضغط، تسمح للتربه ان كثافتها تزيد ومقاومتها تزيد على المدى الطويل، تمام. بعد الابلكيشن embankment constructed very slowly in layers over a soft clay deposit. يعني ايه؟ يعني دراسه التاثير على المدى البعيد للميود التربيه في الطين اللين، earth dam with steady state seepage، دراسه التاثير يبقى على المدى البعيد للسرطان المنتظم في السدود الترابيه، excavation or natural sloping clay، دراسه التاثير على المدى البعيد والحفر في الميول وفي الطين، sign in front of retaining walls، سلوك التربة أمام الحوض، سلوك التربة أمام الحوض الساندة، أو behavior of soft and weak soil in long term under construction، دراسة تأثير سلوك التربة الضعيفة على المدى البعيد تحت أي منشأ، تمام. بعد كده في بعض الشرطات شبيهة جدا بالشرطات بتاعت ال direct shear test، تمام. عندنا بس ايه الشرط ده المهم بس عايز اخده، كنا خدناه في الدايركت شير تيست، ان في حاله النورمال كونسوليديتد كلاي السي بتساوي زيرو، والايه والفاي بس هي اللي يبقى ليها ايه قيمه. بعد كده المنحنيات دي، تمام. المنحنيات دي المفروض ان الفاي بتاعت الاوفر كونسوليديتد اكبر من الفاي بتاعت النورمال كونسوليديتد، والسي بتاعت الاوفر كونسوليديتد اكبر من السي بتاعت النورمال كونسوليديتد. دي كده المفروض يعني دي هناخدها بعدين، ايه مالناش ايه مش عايزينها دلوقتي. المفروض برضو ده العكس كده، المفروض ده كده اوفر كونسوليديتد، وده ايه وده اللي نورمالي ايه وده اللي نورمالي كونسوليديتد، تمام. مش هناخده بعدين في المسائل ايه مش نهتم بيها دلوقتي، ودي الايه بعض التشارتات اللي شبه ايه الدايركت شير تيست مش نهتم بيها. بعد كده عندي اختبار السيو تيست ان شاء الله هناخده في الايه في الفيديو اللي فات، هو برضو ايه مزيج من الاختبارين زي ما شرحنا الاختبارين اللي فاتوا، وهو ايه قريب منهم جدا.